مرحبا بكم في قناة جديد الأخبار. أخ نوش، الحكومة هيئت كل الظروف لتوفير المواد الأساسية في رمضان، وهناك إجراءات لمواجهة المضاربة. رئيس الحكومة أن الاجتماع المنعقد اليوم مع عدد من الوزراء ناقش إجراءات التحضير لشهر رمضان بخصوص تمويل المنتجات الأساسية، مشيرا إلى أن جميع المواد الأساسية ستكون متوفرة خلال شهر رمضان. وأضاف أخ نوش في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري اليوم أن الحكومة والمصالح المعنية ستعمل على مراقبة هذه المنتجات داخل الأسواق. وأكد أخ نوش أن هناك بعض المواد الأساسية مستقرة أثمنتها والبعض الآخر مرتفعة بسبب ما يقع في العالم، وهناك مواد تقع فيها مضاربات، والحكومة عازمة على مواجهة هذه التلاعبات والمضاربات بإجراءات صارمة. في ذات السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن توجيهات رئيس الحكومة في الاجتماع الوزاري حول التحضير لشهر رمضان كانت واضحة من أجل تهيئة جميع الشركاء على المستوى المركزي والجهوي والمحلي لتوفير جميع المواد الأساسية خلال هذا الشهر. وشددت الوزيرة أن الحكومة ستقوم بعملية تتبع بيع المواد الغذائية لمواجهة الاحتكار والمضاربات والتلاعب في الأسعار محليا، مشيرة إلى أن هناك منتجات مدعمة التي تستورد من الخارج كالسكر والقمح تعرف استقرارا في الأسعار أمام باقي المواد الغير مدعمة. وأشارت السيدة الوزيرة أن الحكومة حريصة على منع الاحتكارات والمضاربات. على أبواب شهر رمضان الكريم، وهذا اجتماع تنسيقي بين يعني أعضاء الحكومة باش نواكبوا أولا الإجراءات اللي خصها تكون باش يكون التمويل عادي للسوق، وكيظهر بأنه الحمد لله جميع المواد هي موفاة، وكذلك باش يكون واحد المراقبة ديال الأسعار والمراقبة ديال الوجود ديال هاد يعني المواد داخل الأسواق. وإن شاء الله احنا كنتابعوا كيظهر بأنه كاين بعض المواد اللي هي مستقرة، وكاين بعض المواد اللي هي عندها واحد الامباكت ديال ما يقع في العالم، وكاين بعض المواد اللي هي يمكن خصها تكون عليها متابعة صارمة. والحكومة يعني في ما بانت لها شي حاجة اللي هي غير مستقرة وغير عادية راه غادي تكون فيها المراقبة، والمراقبة الصارمة والقرارات الصارمة. ترأس السيد رئيس الحكومة اجتماع للتحضيرات لشهر رمضان. كان موضوع هذا الاجتماع هو التطلع على وضعية التمويل والأسعار في الأسواق، خصوصا في هذا شهر رمضان اللي كيجي في واحد الظرفية اللي كنعرفوها جميعا ديال بعض التقلبات على الصعيد الوطني. فكانت توجيهات ديال السيد رئيس الحكومة واضحة، بتكون التعبئة ديال جميع الشركاء مركزيا وجهويا ومحليا، اولا باش ناكدوا المواطنين ان التموين ديال جميع المواد اللي كتستهلك في شهر رمضان كافيه ان شاء الله في هذا الشهر، وجميع الوزراء عطاو نظرة على هذا لي ستوك ديال هذه المواد. كذلك فيما يخص الاسعار، فنذكروا بان معظم المواد الغذائية كتنتج محليا، وبالتالي كاين واحد التتبع باش ما يكون حتى احتكار وما يكون حتى تلاعب في الأسعار، وبالتالي كاين واحد التتبع محليا وكاين مراقبات في ميدانية مع جميع الشركاء المحليين. وثالثا كاين بالطبع المنتوجات اللي كنستوردوها من الخارج. نذكروا بان العديد من هذه المنتوجات اللي مدعمه كالسكر والقمح ما فيها حتى تغير في الاسعار، اما المواد الاخرى الغير مدعمه فاحنا حريصون ان ما يكون حتى احتكار في الاسواق ويكون واحد الانضباط ديال الجميع.